أهلا بكم من جديد. كلنا طبعا عارفين الدور المجتمعي الكبير والذي بتقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعني من وقت للآخر بنتابع المبادرات التي تقوم بها المتحدة للخدمات الإعلامية لتوعية المصريين، والهدف منها هو توعيتهم بكل المشاكل والظواهر التي تؤثر على المجتمع. لهذا السبب طبعا أعلنت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، ده إيمانا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته. حسب البيان الذي صدر منذ قليل، أعلنت الشركة المتحدة عن الحملة الذي يتم إطلاقها عبر كل وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة واللي تمتلكها، سواء بنتكلم عن قنوات تلفزيونية، عن الصحف والمواقع الإخبارية. هتعتمد على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي المخدرات والتعامل معه. طبعا ده أمر هام جدا، إنه إزاي لو في حد بيتعاطى مخدرات في البيت، إزاي تعرف هذا الشخص إن هو متعاطي المخدرات، وإزاي تقدر تساعده في العلاج. الحملة دي هتركز بشكل كبير كمان على توعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات. هتبدأ من السن الصغير، هتوعيهم بخطورة المخدرات وإزاي بتكون سبب في تدمير الكثير من الأسر وإزاي بتدمر حياة المتعاطي. طبعا الدور الهام ده اللي بتقوم به المتحدة للخدمات الإعلامية بيعتمد على أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، حقيقة مواجهة هذا الموضوع الإدمان لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات اللي بتهدف لتدمير الدولة، بتهدف لتدمير الدولة والمجتمع. هذا لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب أيضا. التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل ده أمر هام جدا، ليه أساليب وطرق علمية كثيرة، مبادرات كثيرة الحقيقة بتقوم بها المتحدة، الهدف منها زي ما قلت لحضراتكم توعية المواطنين. كل هذه الأفكار هدفها هو هدم المجتمع. ده بيكون طبعا من خلال بنتكلم عن الحملة لمعرفة أو اكتشاف وجود متعاطي المخدرات ووسائل العلاج، ده بيكون من خلال متخصصين وذوي الخبرة مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة. إذا مرة أخرى خليني أقول لحضراتكم أنه أعلنت الشركة المتحدة اليوم للخدمات الإعلامية عن إطلاق حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وده إيمانا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة كل المشاكل والظواهر السلبية التي تهدد سلامة المجتمع وسلامة المواطنين. وهتكون هذه الحملة متاحة على كل وسائل الإعلام المختلفة اللي بتمتلكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، زي ما قلت لحضراتكم قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع إخبارية. وزي ما قلت لحضراتكم المتحدة قامت بالعديد من المبادرات على الفترة الماضية. كنا بنتابع مع حضراتكم مبادرة أخلاقنا الجميلة، مبادرة أخلاقنا الجميلة الهدف منها الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا وإزاي يكون في احترام ما بيننا علشان ترجع أخلاقنا الجميلة مرة أخرى. مش بس كده، كمان مبادرة خليك واعي، وكان الهدف منها مواجهة الشائعات والأخبار والأكاذيب اللي كانت بتنتشر بشكل كبير على كل منصات التواصل الاجتماعي، إزاي كل هذه الأخبار والشائعات بتدمر المجتمع. مش بس كده، كمان مبادرة نبتة اللي كانت متخصصة في إنتاج محتوى للأطفال، يكون عندنا محتوى للأطفال جيد نكون مطمئنين عليهم وهم بيتفرجوا على هذه المحتويات. طبعا احنا عارفين الأطفال كلها دلوقتي بتتفرج على اليوتيوب، بيتابعوا الكثير من المقاطع الفيديوهات، وبنكون قلقانين عليهم ومش عارفين يعني ازاي نوجههم في الأمر ده أو ازاي ان احنا نحافظ عليهم في هذا الاتجاه. لكن الحقيقة نبتة كانت مبادرة عظيمة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم لإنتاج محتوى يعني يكون هادئ وهادف للأطفال، وشفنا طبعا البرامج الكثيرة ومبادرة خليك واعي، دور عظيم تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وبالتأكيد هناك الكثير من الأخبار هنتابعها مع حضراتكم على مدار اليوم من داخل شاشة التلفزيون اليوم السابع. جزيل الشكر لكم وإلى اللقاء. Thank you.